مرق السبانخ أو ما يسمى محلياً الاسبيناغ أو السبزي أكلة مفضلة لدى العراقيين، وطبعاً تختلف طريقة تحضيرها من محافظة إلى أخرى. وهنا بالنجف، بما أنه دا نسلط الضوء على الأكلات الشعبية بالمحافظة، وجدنا أنه طريقة تحضيرها مختلفة تماماً. تحتاج طريقة تحضير هاي الأكلة إلى جهد كبير سواء في المطاعم أو بالمنازل، لذلك راح نتعرف على تفاصيل أكثر مع الشيف فاضل. سبزي يتكون من المواد اللي نطبخها به. عندنا الكمون، الكمون طبعا شيء قليل هو نخليله، الكاري، الفلفل الحار الأبيض، الفلفل الحار الأسود، والملح. هسه ايش راح نسوي؟ أول ما نبلش نفرم السبزي. طبعا لازم السبزي ينثرم بهاي الطريقة، لازم ينثرم ناعم على مود بالحمص شوية ما يتعب ويشلع القلب، والحمص مالته ما يطول لان هو من الاساس ناعم. هسه خلص الثرم، ايش راح اسوي؟ راح انقع السبيناغ هو السبزي زي انقع بالماء تقريبا شي ساعة، والدور ارجع عندي اللحم قطعه وعندي البصل هماتين وحمسه. بين ما يتنقع السبزي انا حامس اللحم ومخلص الطبخ. ايش نسوي اول بدايه؟ نسوي نحمس البصل، والدور نضيف عليه اللحم ونضيف عليه البهارات. البهارات هي تتكون عن ورق الغار والكمون شيء بسيط يعني ملعقه شاي، وسكر المختار، فلفل اسود وفلفل ابيض. نحمس كلها هاي بحيث تخلي اللحمه شلون نقول احنا نحمص بالطريقه العاميه. زين، من خلصنا مرحله التحميص نجيب السبيناغ السبزي نديره على اللحم ونظل نحمس بيه لما نشوفه بحيث يطلع الماي مالته ينشف. الدور شو نسوي؟ نضيف عليه الماي شوي شوي، والدور نخليه على التهدير. كل ما يكثر التهدير، كل ما يتاخر بالتهدير، كل ما يصير طعمه اطيب وشكله حلو واحلى. تشتهر هاي الاكله بموسم الشتاء بما أنه مكوناتها تزرع بموسم البرد، مع ذلك كثير من العوائل تحتفظ بالمكونات عن طريق التجفيف أو التبريد، وطبعاً ما ننسى المعلب، ولذلك أصبحت متوفرة بكل المواسم وخصوصاً بشهر رمضان المبارك. من الأكلات النجفية الشهيرة هي مرقة الاسبيناغ. مرقة الاسبيناغ هي متعبة جداً، لذلك نقدمها للزبائن الأعزاز اللي تجينا أو الخطايا جينا من خارج المحافظة، سواء كان المطعم أو ببيوتنا، وتكون يعني هي من التراث النجف القديم. باقي المحافظات يسووها يعني، بس يسووها بالمعجون مو مثل طريقتنا اللي يسويها احنا. حمسها يعني سوى مرقه احتياديه ساعه او نص ساعه تخلص. ياخذ من عندنا وقت يعني اقل شيء فد 5 ساعات حمس، او عندنا يخلوه على الصوبه من الليل للصبح يعني يبقى يحمسون به يعني. ما يميز طبق السبزي التسميه الاشهر بالنجف وكربلاء، رخص مكوناته وقيمته الغذائيه العاليه ومذاقه الحامض. وطبعا تدخل انواع مختلفه من الخضار في تحضير الطبق، والمطبخ النجفي او العائله النجفيه تفضل تكون مرقه السبزي باللون الاخضر. هو احنا نطبخه بهاي دائما متعلمين عليها بدون معجون، لان بيه طعم ونكهه اكثر من ما نطبخ احمر. فكل ما يظل بدون نكهه كل ما يصير اطيب، كل ما يعني نضيف له معجون او هاي يصير اطيب من عندها. يشتهر المطبخ العراقي بالعديد من الاكلات اللي تميزه عن مطابخ دول المنطقه، من أبرزها الدولمة والباتشا والتشريب والسمك المسقوف وكثير من الأكلات الطيبة. لكن طبق السبزي تمكن من منافسة هذه الأطباق وصار ضمن القائمة الطويلة للأكلات العراقية.